دكتور كارسون، قد قال دونالد ترامب لأكثر من مرة إن اللقاحات للأطفال تسبب التوحد، ولكن هل مفروض دونالد ترامب يتوقف من قول ذلك؟ التوحد أصبح وباءً، يقولون لدونالد الحين التوحد خرج من سيطرته، يعني قاعد الحين ياخذون طفل جميل ولطيف وصغير ويحطون فيه إبرة، لا ما هي إبرة الطفل، كأنها إبرة الحصان، ويحطون بها الأطفال هذه. يا أخي أنا دونالد أعرف واحد قبل شهرين كان عنده طفل صغير عطوه اللقاح وبعد أسبوعين مرض وأصبح عنده توحد، هذه مشكلة مصيبة كبيرة. حسناً، دعني أن أشير إلى ذلك، البحوث العلمية تدل بشكل واضح أن لا يوجد أي ترابط بين اللقاحات والتوحد. أعتقد الجواب واضح جداً. بعد ما شفت المقابلة ردة فعلي كان على طول عاطفية، جت براسي صورة إبر كبيرة قاعد تعذب هذا الطفل الصغير، لكن أنا قريت البحوث العلمية، أنا جيت وتعمقت وقريت إنه حقيقة كل العلم الحديث يتفق إن لا يوجد أي علاقة بين اللقاحات والتوحد، سواء كان بالأطفال أو كبارين ما له أي علاقة قطعا. ومع ذلك يوم جاء في المقطع حقيقي ترامب بدي يتكلم، أنت تحس أنك اقتنعت، وش الحكمة؟ وليش دائما عندما نحاول نقنع الناس بأفكارنا قد ما جبنا من الإحصائيات والبحوث العلمية اللي قدامك ما يقتنع، وش الحكمة؟ وش السبب؟ أبعطيكم الزبدة، سببين، كارسون يتكلم بالمنطق وترامب يتكلم بالعاطفة، لكن هذا وش معنى بالضبط؟ كيف نقدر نستخدمه حنا؟ وكل الأمور اللطيفة هذه بحلقتنا اليوم بصفحتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب بفائدة وسكينة. معكم حمد القفاري، وخلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جون وأميليا، رجل أمريكي وامرأة فرنسية، توهم متزوجين وسبحان الله زواجهم مثل الفل مثل العسل، كل شيء يتفقون عليه، سعيدين مستأنسين، لكن في نقطة رئيسية دائما يختلفون عليه، وين يربون أعيالهم؟ أعطيكم معلومة، هذه من أكثر الأشياء دائما اللي يتهاوشون عليها أو اللي ما يتفقون عليها، تحديدا اللي يتزوجون من بلد ثاني. والعادة إنه كل إنسان يبي يربي عياله بنفس المكان اللي هو تربى فيه. الإحصائيات تقول إنه 87% من الناس يريدون أن يعيشون بنفس المكان اللي تربوا فيه. 87% ما هي برقم هين. فبدأ يتهاوشون. والطريقة حتى يقنعون بعض هي نفس الطريقة اللي أغلبتنا نستخدم، اللي هي إنه تعال شوف الإحصائية هذه وشوف البحث هذه والدكتور فلان قال ولكن علان قال، كلهم طق 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 راس براس، ما حد اقتنع، ما في شيء تغير. اصلا تفكر فيه، احيانا تكون بمجلس ولا شيء وقد ما حاولت انك تقنع الناس ما توصل لنتيجه، يعني قبل شهر كنت بمجلس كان يقول لا الرياض افضل مدينه تستثمر فيها، واحد قال لا نيويورك، والثاني قال الدوحه، والثالث قال دبي، مع كنت مجلس شباب برضو كان يتناقشوا عن ميسي ورونالدو، واحد يقول لا رونالدو هو اكثر محبوبا وجاب اكثر قام، والثاني يقول ميسي هو جاب كاس. رغم انك قاعد تجيب المعلومات تجيب الاحصائيات تجيب الارقام اللي تدل على كلامك، بس الناس ما يقتنعون. والعجيب انه حنا سبحان الله ربي خلقنا ان العقل الإنسان يحب المعلومات يحب البيانات، ومع ذلك ما نقتنع منهم، كأنه في شوي تعاكس. وحتى العجيب يعني حنا الحين بعصرنا مع عصر الإنترنت، طبعا المعلومات الجديدة تسبب الدوبامين اللي هي مادة السعادة في عقل الإنسان، فتخيل الحين وسائل التواصل معلومات معلومات والإنترنت حدد معلومات مذهلة، حنا صنعنا لأنفسنا مثل ملاهي لعقولنا حرفيا. أصلا نتخيله من أول يعني أيام الشيبان أيام أجدود أجدادنا وش طريقة معلوماتهم التواصل معلومات، في الغالب غير الجرائد الرسمية عندك سواليف العجز، والحين سواليف العجز أصبحت عالمية مرتبطة بوسائل التواصل. بعطيكم فكرة، المعلومات ما تغير أراء الناس تحديد الأراء الشديدة، وتقول لا يا محمد كلامك ما له فائدة أنا سمعت معلومة جديدة واقتنع فيه، نعم ولكن تحديدا المعلومات الاقتناعات الشديدة الجذرية صعب تتغير. سووا قاموا بحث علمي في أمريكا، جابوا مجموعتين من الناس بموضوع القصاص هل المفروض تمنع أم لا. فيوم جابوا الموضوع هذا جابوا بحثين علمية، راحوا المجموعة الأول اللي ضد القصاص وقالوا اقروهن فقروهن، والعكس كذلك راحوا اللي مع القصاص وقالوا اقروهن، بحث ضد القصاص وبحث مع القصاص. يوم جاءوا للمجموعة الأولى اللي هم مع القصاص يفضلونها، يقعد يقولون انه البحث اللي مع القصاص مكتوب صح ومعلوماته جيدة وقنعتهم، لكن اللي ضد القصاص البحث اللي ضد القصاص تقول لا هذه فوضى ومعلوماته دقيقة وما ادري ايش. يوم راحوا للمجموعة الثانية اللي هم ضد القصاص قالوا ان البحث اللي موضوع ضد القصاص اكثر اقناعا من البحث اللي مع القصاص، يعني كل واحد قاعد يقول ان البحث الثاني مو مقنع وانه مفوضوي وانه مو بزين و و و و و الى ذلك. باختصار المعلومات الجديدة في الغالب ما تقتنع فيها إلا إذا هي تأيد رأيك من قبل، والنتيجة لهذا الأمر هي شيء يسمى تأثير البومرانج. تعرفون البومرانج هذا اللي تجدع العصا ويرجع لك؟ إذا أنت عندك قناعة شديدة وقوية
قدم لك معلومات جديدة، في الغالب بتحاول تطلع أفكار جديدة تضد وتعاكس هذا الرأي الجديد. يعني أنت بتتحفظ برأيك، هذا في الغالب، هذه طبيعة الإنسان مثلي ومثلك وغيرك. لكن يا عزيزي يا بعد قلبي كينك تقول لكن محمد أنت الحين قاعد تتكلم عن آراء، من هو أفضل، رونالدو ولا ميسي، ولا وش هو أفضل سوق تستثمر فيه، لندن ولا نيويورك ولا رياض ولا دبي، هذه آراء بالنهاية، ما في شيء قطعا صحيح. لا حتى اللي قطعا صحيح الناس ما يتفقون عليه. في 2008 عندما كان بيصبح رئيس أوباما، انتشرت إيميل وهمي إنه أوباما ليس مولود بأمريكا، مو مولود في الولايات المتحدة. طبعا اللي ما يدري عشان تكون رئيس أمريكا لازم تكون مولود في الولايات المتحدة، فهذا يعني أمر كبير إذا هو كان كلام حقيقي، لأنه أنت بتكون رئيس ما أنت مولود أمريكا، السلام عليكم. فطبعا حاول يقنعهم ما أدري إيش، بس هيقتنعون الناس، بدوا يتمسكون بالرأي هذا. فحتى أوباما جاب شهادة الولادة، يعني شهادة رسمية موثقة إنه مولود بأمريكا. ومع ذلك بعد سنتين من كان رئيس 2010، تخيلوا سنتين، 20% من الشعب الأمريكي إلى الآن مقتنعين أن أوباما مو مولود بأمريكا. أنتم تدرون وش يعني 20%؟ 20% يعني 60 مليون شخص. 60 مليون هذه أكثر من كل عدد الخليجيين، يعني كل سكان السعودية، كل سكان الإمارات، كل سكان عمان، وكل سكان قطر، كل ذولا 55 مليون. ف 60 مليون أمريكي مقتنع أن رئيسهم مو مولود بأمريكا وأن رئيسهم خطأ. يا الله. والكويت فرقم مو هين يا جماعة الخير، هو وما له علاقة بأخوانه. شوف حتى المصور مو مقتنع انه بأمريكا. ببساطة إذا أنت مقتنع بشيء مرة سهل بسبب الإنترنت تحديدا أن نجد بحوث ومعلومات في الإنترنت تعاكس وتنافي أو تؤيد رأينا، وهذا يسمى انحياز التأكيدي، انك يعني انت تقتنع بالاشياء اللي يؤيد رايك وترفض الاشياء اللي تخالف رايك. يعني سبحان الله تقدر تروح على الانترنت الحين، والله شوف جربوها، روحوا على الانترنت وتقدر تبحثون وتجدون بحوث علميه تقول ان اكل الفراوله مضر لصحتك وتسبب امراض كثيره بسبب الكيمياء، وثم تلقى بحوث كذلك بنفس العدد ان الفراوله مفيده لك لانها فيها يعني فيتامينات والى ذلك نفاكه. طبعا كلن صحيح، بس انت فكر شوي بالمنطق، اغسل الفراوله صح وحليت المشكله. بتشوفون كيف تقدر تستخدم بحوث علميه احيانا كي تلعب على الناس. يعني حتى تقدر تقرا اونلاين، هذه مضحكه جدا بالنسبه لي، انه اذا حطيت الزبده بالقهوه بتصير مفيده لك، تعطيك طاقه اضافيه. بس ثم تروح تقرا بحث ثاني يقول لك اذا حطيت الزبده هذا يعني سمنه اضافيه تسبب لك مشاكل كبيره بالكوليسترول ولذلك من الامور، وهو يقصد طبعا انك تشربها بشكل مستمر. فدائما دائما الانحياز التاكيدي لازم كي تواجهه يكون لك وعي ذاتي. دائما كل مره تشوف معلومه جديده او فكره جديده حاول انك تفكر لنفسك، هل بيأثر ارائي السابقه على هذه الامر ام لا؟ كل ما زاد المعلومات كل ما تاثرنا من الانحياز التاكيدي بشكل اردى. وتدش المصيبه بعد، يعني حنا الحين قاعد نفترض انه كل المعلومات اللي قدامنا نفس المعلومات اللي عند صاحبي وصاحبتك وكلهم، بس هذه غير صحيح كذلك. تعرفون محركه البحث جوجل، بينج وكلهم يغيرون النتائج اللي تطلع لك عندما تبحث حسب الشخص وحسب المكان. يعني انا لو اكتب بجوجل الحين بوليفارد وانا بلندن، في الغالب يطلع لي البوليفارد اللي بلندن او اللي بامريكا، لكن لو اروح بالسعوديه واكتب بوليفارد بيطلع لي بوليفارد والد او بوليفارد الرياض، نفس الشيء يعني بالشرق الاوسط. فبرضه جوجل حطوا مليارات يحاولون يتوقعون ارائك واشياء اللي تفضله، فالنتائج اللي تطلع احيانا في شويه من الفلتره، ما اقول انها مقصوده، احيانا غير مقصوده، لانهم يحاولون يجيبون النتائج اللي انت بيها، واحيانا احنا اللي نفرت انفسنا. يعني في قصة لطيفة لواحد اسمه ديك تشيني. ديك تشيني هذا كان نائب الرئيس السابق للحزب الجمهوري في أمريكا. كل مرة بيحجز فندق كل مرة بيحجز فندق في أمريكا سويت، يقولهم لازم تشغلون كل القنوات على فوكس نيوز. اللي ما يدري فوكس نيوز هذا قناة خاصة بالجمهوريين، يعني ما يبي يشوف إلا قنوات جمهورية عشان ما يدخل بباله أي شيء ضد حزبه. شوف لدرجة الفلتر أحيانا توصل الناس، ما يبون يسمعون إلا آراء أقاربهم. ترى جيد أنك تسمع آراء متنوعة مختلفة، يعني ما أنت بميت إذا سمعت رأي شخص يخالفك، بالعكس ممكن تسمع شيء فكرة جديدة ممكن ما تتفق معها، بس توسع آفاقك وتفهم اللي حولك. التنوع شيء جيد. أنا بالبداية طبعا المعلومة يا جماعة الخير، ما دي ورا خفت أقول لكم شيء يا جماعة الخير، هذا مو ملخص الكتاب كامل، هذا حرفيا فقط الفصل الأول من كثر المعلومات، وغيرنا شوي بطريقة الحلقة هذه. إذا عجبتكم اعطونا بالتعليقات، الإعداد تغير، إذا الإعداد هذا حلو لازم تقولوا بالتعليقات ولا برجع بالطريقة القديمة. ها يا جماعة أبدلكم أنا، اكتبوا تعليق ولا ترى أبجي إلى بيتك وأبسرق كل فلوسك، حط تعليق. في الغالب
احنا كمجتمع نحب نقول الانحياز التأكيدي دائما فقط الجهلاء غير متعلمين الدبش بالعامية، لكن تدرون اللي يطيحون بالانحياز التأكيدي اكثر هم الاذكياء والناس اللي عندهم المهارات التحليلية القوية. يعني سووا بحث، هنا مكتوب عندي بحث في امريكا، 1000 امريكي اختبروهم على قدراتهم الرقمية التحليلية، فجاب لهم ارقام احصائيات وقسموها مجموعتين. مجموعة قالوا ان هذه الارقام هي ارقام تدل على تجربة كريم وهل الكريم تأثر على البشرة والجلد أم لا، فحللوا الأرقام وطلعوا وش النتيجة منها. والجروب الثاني قالوا هذه الأرقام هي عدد الناس اللي قتلوا وماتوا من جرائم المسدسات في أمريكا. تعرف جرائم المسدسات هذه مشكلة سياسية كبيرة في أمريكا، فحساسين جدا عنها. وش شافوا النتيجة؟ المجموعة اللي اشتغلوا على موضوع الكريم، وهي طبعا نفس الأرقام يا جماعة اللي اشتغلوا على الكريم، النتائج دقة الأرقام المفلترة أقوى وأفضل وأصفى، ولكن بموضوع المسدسات لقوا إنه في شوي تلاعب بالأرقام، في ناس يتلاعبون على خفيف عشان يلمحون يطلعون نتيجة أفضل منهم بسبب الانحياز التأكيدي. هم مقتنعين برأيهم، فهم حتى أحيانا باللاواعي يحللون الأرقام بطريقة يؤيد آرائهم بشكل أفضل. بس ليش؟ ليش الانحياز التأكيدي؟ ليش؟ طبعا كل النساء، أنا أقول لك لا يوجد إنسان لا يطيح بالانحياز التأكيدي. ليش؟ هي لأن ندخل بعلم النفس على خفيف، حنا نحلل المعلومات حسب المعلومات اللي تجينا سابقا. يعني جاءنا معلومة جديدة مثلا، أنا أعرف أن الأشجار في العادة خضر، فإذا حد قال لي في شجرة بنفسجية في الغالب أنا ما أنا بصدق، لكن الواقع أنه في شجرة بنفسجية في السعودية في مثلا منطقة أبها، فهذه هي طريقة الإنسان. فكذا سبب الانحياز التأكيدي؟ يعني مثلا لو رحت لطفل وقلت في فيل بنفسجي يطير، طفل معلومات وتجارب الحياة قليلة فيمكن يصدق، لأنك أنت بالذات أنك أنت شخص كبير ويثق فيك. لكن واحد أكبر شوي تقول إنه في فيل بنفسجي يطير، سلامات خبل أنا عندك أكيد في لأنه خلاص عنده معلومات يقدر أكد فيها. فهذه أصل ومرجع للانحياز التأكيدي، بس أحيانا يوصل حد أعلى شوي، هذا اللي نطيح فيها ولازم يكون لنا وعي ذاتي عنها. وفي 4 أركان وأشياء تؤثر بقدرتنا على يعني الاقتناع بشيء جديدة، وهي أولا القناعة السابقة، ثانيا الثقة بهذه المعلومة الجديدة، وكذلك النقطة الثالثة هي الأدلة الجديدة، وأخيرا الثقة بهذه الأدلة. يعني لو أنا مقتنع أنه ما في فيل يطير، وأنا مقتنع مرة أنه هالفيل ما يطير، ما قد شفت فيل يطير، وأحد قال الدليل كلامي أنه فيل يطير، الدليل كلامي، وأنا ثقتي بكلامه صفر، فما أنا مقتنع. هذه الفكرة. لكن لو أنا طفل ثقتي بهذا الدليل الجديد عالية، لأنه شخص محترم ومكانته الاجتماعية أبوي وأمي، فبقتنع بالفكرة. بعطيكم مثال أفضل يا جماعة الخير، مثال بالدراهم. بحث قاموها مجموعة من العلماء ومنهم مؤلف هذا الكتاب في جامعة UCL هنا بلندن، جابوا شخصين أنا ودي أسميهم ليلى وحلا، كلهم جايين لهذا البحث يعني محتاجين قروش شوي، فجاءوا هذا البحث المدفوع. الشرط هو شو؟ أنتم بتشتغلون كعقاريين، بنعطيكم صورة عقار وفي معلومات عنها، وأنت لازم تساهم القيمة لهذه العقار، بمقصود إذا أنا بشريها بمليون دولار هل قيمتها زين ولا لا، وإلى أي حد أنت واثق، حط سعر، هي مراهنة في الحقيقة. يعني أنت واثق ب5 دولار إنه هذه الأرض قيمة مليار، ممتاز، إذا أنت صاد لك 5 دولار، إذا أنت خطأ تخسر 5 دولار. فهي منافسة بين ليلى وحلا من يقدر يجيب أعلى رقم بين التحليل. طبعا كلهم ما له اي علاقه، يعني تخصصاتهم ما له علاقه في العقار والبزنس، واحده رسامه ونسيت وش الثانيه. شاهد بالسالفه، يوم جو يجربون، ليلى مثلا حطت 2 باوند واثقه ان هذه القيمه المبنى اعلى من مليون، جت حلا هي تشوف انه برضو هذا العقار اكثر من قيمته مليون، ليلى الحين وثقت بنفسها شوي وبدال ما تحط 2 باوند باوندين على هذه المراهنه زادت حطت 4 باوند، رغم انه ذيك مو متخصصه عقار. ولكن عندما اختلفوا، ليلى حطت انه قيمته اعلى من مليون، وحلا حطت انه قيمته اقل من مليون، ليلى ما اهتمت براي حلا، تقول هذه ما عندها سالفه، ما هي متخصصه عقار ولا شيء. يعني شوفوا، وثقت برايها يوم هم كانوا متفقين على نفس الراي، لكن يوم اختلفت قالت اصلا هي ما عندها سالفه. يعني شوف، نرجع للانحياز التاكيدي، حنا نحب نقبل اراء اللي تشارك ارائنا الشخصيه، ونرفض الاراء اللي تخالف ارائنا. وغير ليلى وحلا، جاء وجربوا ناس واجدين نفس النتيجه. إذا الشخص اتفق معي رفعت القيمة، إذا ما اتفق ما اهتميت. طيب ليش؟ 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 اللي هو الانحياز التأكيدي. أبعطيك تحدي يا جماعة الخير، ركز معي، تكفى. أبعطيك تحدي وبيكم تعطوني وش الحل. أنت الحين طبيب، زين؟ دخل عليك عائلة معهم ولد صغير عمره 2 سنين، لازم ياخذ تطعيمه. نرجع لبداية المقطع.
الأهل متخوفين أن يأخذون التطعيم ويقولون في احتمالية يمكن تسبب توحد. طبعا العلمية ما في احتمالية، فأنت كيف بتقنعهم يأخذون الإبرة؟ أغلب الأطباء وحتى CDC اللي هي المركز الدولي الأمريكي للصحة هم يؤيدون أنك تقوم بالبحوث العلمية، لكن مثل ما شفنا البحوث ما تغير أراء الناس، بذات الأراء القوية الاقتناعات العميقة. علماء في جامعة UCLA جابوا جديد الطريقة لكيف تقدر تقنع أهل هذالي مو مقتنعين بالإبرة. بدال ما تحاول تصدمهم وتقول لا البحوث العلمية تقول أن الإبر واللقاحات ما تسبب توحد، أنت كذا صدمتهم، خلفت أراءهم واقتناعاتهم، مستحيل يقتنعون. لكن هم ليش ما يبون الإبرة؟ لأنهم خايفين من النتائج السلبية اللي قد تجي من أخذ الإبرة. لكن هم قالوا بدال ما تخالف رأيهم اصنع رأي جديد، قلهم ممتاز، لكن أنت الحين لو ما عطيته الإبرة نسبته أن يصاب بأمراض جذرية تطير بس ما النسبة، يمكن يجي له ميزوز، يمكن يجي له بوليو، يمكن يجي له أمراض أصلا ما لها علاج. فأنت الحين بدال ما تقول له توحد مو توحد، أنت قلت له نسبة بسيطة ممكن تجي له توحد، حتى لو علميا ما في نسبة بس هذه مقتنع، أو نسبة كبيرة أن تجي له مرض حقيقي تؤثر بحياته. في الغالب يوم جربوها هذه أغلب اللي جربوا عليهم أخذوا الإبرة واللقاح. فنرجع لبداية المقطع، تذكرون جون وأميليا الأمريكي والفرنسي؟ أنا بيربي عيالنا بأمريكا، وثاني يقول بيربي عيالنا بفرنسا. واحد جاب بحث علمي يقول إنه أمريكا أفضل للوظائف، وثاني قال إنه أولا بس فرنسا أفضل للتربية. لو هم جو وجلسوا مع بعض وقالوا صح يا جت أميليا وقالت لجون صح إنه أمريكا أفضل الوظائف، لكن يعني في مدارس كويسة في فرنسا وأنا ودي أكون أقرب لأهلي، لأنه تعرف أحيانا ودي أجلس عيالي عند جدتي وعند عند أمي يعني عند خواله، فأنا أشوف أنه أنسب نربي عيالنا في فرنسا من هذا الأمر ناحية الأسرة. هل بيقتنع 100%؟ لا مو بأكيد، بس تتوقع أنه بيقتنع إذا جاء وقالت أميليا لجون أمريكا ما تنسب لأنه الدراسة هنا أضعف ولا لا 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 لا. طبعا لا، فهي مسألة كيف نبدأ الإقناع، حاول نجيب قناعة جديدة تشارك الرأي للجميع، هذا تساعد بشكل كبير. دائما في الإقناع هي مي مسألة أنا صح وأنت خطأ، هي تحاول تفهم أراء الناس واعتقادات الناس، لأنه في الغالب الاعتقاد الواحد مو لحاله، هذا الاعتقاد مثل شبكة مرتبطة فيه اعتقادات كثيرة، إذا حاولت تصدم واحد بتصدم الجميع، ولكن لو حاولت تجيب رأي جديد ممكن يقتنع بشكل أسهل من المقابل. ولكن هذه أول فصل من كتاب Influential Mind، توي أفضل أني ما قلت اسم الكتاب في بداية المقطع عادي عوافي إن شاء الله، لكن احنا غيرنا شوي من أعداد هذه الحلقة، جبنا أشياء جديدة طريقة مختلفة. إذا عجبتكم نظام هذا المقطع لازم تقولون بالتعليقات، ولا ما نبداري ترى أنا ما أقرأ أقولكم ما أدري أنا ما نب جني، فإذا عجبكم حطوا بالتعليقات. أنا كنت محمد القفاري وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.